من جديد لحضراتكم التحية، ومن يوم 27 من سبتمبر حتى التاسع من أكتوبر هنكون جميعا على موعد مع مهرجان القومي للمسرح المصري، وهيتم تقديم العروض على كافة مسارح القاهرة، وبالتأكيد هتكون فرصة جيدة جدا سواء لعشاق التعاطي مع المسرح المصري أو لمن يرغب في تعليم أولاده قيمة هذا النوع من أنواع الفن، أو ليتعرف هو بشكل شخصي على نوع من الفنون يستحق كل اهتمام وكل تقدير لما له من تاريخ ليس بالهين في هذا البلد الجميل. بينضم إلي للمزيد من التعريف والحديث حول فعاليات هذا المهرجان الفنان أستاذ يوسف إسماعيل، رئيس مهرجان القومي للمسرح المصري. أهلا بك. أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المشاهدين. أهلا بك. نعرف من لم يتابع الدورات السابقة ما هو مهرجان القومي للمسرح المصري. بداية اسمحي لي قبل ما أتطرق للمهرجان القومي للمسرح المصري أوجه تحية خاصة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة على الخبر اللي كان بيقرأ دلوقتي في موجز الأنباء، وهو الاهتمام بأسر الفنانين ورعايتهم رعاية شاملة. والحقيقة مش كل الفنانين نجوم وأصحاب ملايين، في فنانين كتير جدا 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 أقل من يعني مستوى المعيشة بتاعهم البسيط، فده اهتمام من الدولة الحقيقة. فأنا بوجه تحية خاصة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا التصريح المهم. وكان الكلام كمان ليس على التمثيل فقط، واحنا كنا بنتكلم على الفنانين بشكل عام، ايا كان نوع الفن الذي يقدم. ده كلام صحيح، لانه الفنانين بشكل عام في كل المجالات محتاجين هذا الدعم وهذه الرعايه. تمام. اما بالنسبه للمهرجان القومي للمسرح المصري فهو مهرجان بتنشئه وزاره الثقافه برئاسه الفنانه الدكتوره إناس عبد الدايم، وهي اللي بترعاه وبتدعمه من الألف إلى الياء. وهو مهرجان بيهتم بشؤون المسرح وبتقديم العروض المسرحية في تسابق شريف وتنافس شريف في هذه الدورة وكل الدورات. وهو مهرجان بيضم بداخله كل قطاعات المسرح في جمهورية مصر العربية، سواء المسرح الحكومي أو المسرح الخاص أو مسرح النقابات العمالية والنقابات الفنية والنقابات المهنية أو مسرح البنوك والشركات ومؤسسات المجتمع المدني والمسرح الكنسي والشباب والرياضة وكل قطاعات والجامعات طبعا والفرق الحرة والفرق المستقلة وكل القطاعات الحكومية المنتجة لفن المسرح. احنا عندنا هذا القدر من الانتاج، يعني اولا القطاعات اللي حضرتك قلتها قطاعات لافتة بشكل كبير، لكن الفكرة هل في حقيقة انتاج على الارض؟ احنا بنتكلم على الدورة 14 للمهرجان، فبالتالي يعني اكيد في. لا ولا انا ممكن اقول لحضرتك مفاجآت كتير. السادة المشاهدين، الناس اللي ما تعرفش، مصر دولة قوية، مصر جمهورية مصر العربية دولة لها تاريخ كبير مع المسرح ومع الفن بشكل عام، من المصريين القدماء حتى الآن. مصر بتنتج سنويا ما يزيد عن 2000 عرض مسرحي في كل القطاعات اللي أنا قلتها لحضرتك وللسادة المشاهدين. 2000 عرض مسرحي ده رقم، احنا ما يزيد عن 2000، ده رقم مش قليل، ده رقم ضخم جدا، ده رقم مفاجئ ورقم يستحق الوقوف امامه، ان احنا عندنا حركه مسرحيه قويه ممكن ما تبقاش موجه عليها الضوء بشكل كامل لدى المشاهدين ولدى الجمهور، ولكن من خلال رصدي انا كرئيس المهرجان القومي للمسرح، وده دورنا ان احنا بنلقي الضوء على كل التجارب المسرحيه سواء حكوميه او خاصه او مسرح عمالي او مسرح نقابات او كل ومسرح مستقل وجامعات، كل القطاعات المنتجة للمسرح والافراد ايضا المنتجين للمسرح. فلما يبقى عندنا في مصر ما يزيد عن 2000 عرض مسرحي سنويا، ده معناه ان احنا عندنا حركة مسرحية قوية جدا جدا جدا، حركة شابة، وفعلا الشباب هم اللي بيحملوا اللواء بتاع الحركة المسرحية بشكل عام. تمام. حضراتكم بيتم الاختيار بأي طريقة؟ يعني أنا صاحبة فرقة مستقلة أو شخص بقدم أو عند فرقة في شركة أو أيا كان،
التقديم بيكون ازاي؟ بيكون انتوا حضراتكم بتشاهدوا العرض بشكل مسبق ولا لا احنا بالاسم بس او بالتاريخ او ايه؟ في جزئين، في جزء الجهات الحكوميه المنتجه للمسرح هي اللي بترشح العروض التي تمثلها داخل المسابقه الرسميه للمهرجان القومي للمسرح. هم قالوا انه الاربعه دول هيمثلونا، حضراتكم بتقبلوا بيها بدون اي بدون تدخل. ولكن هناك جهات اخرى ما عندهاش هذه الاليه. تمام. احنا دورنا كمهرجان قومي للمسرح بنعمل لجنه للمشاهده لمشاهده هذه العروض، بيتقدم لنا اعداد كبيره، يعني احنا السنه دي غير بقى لجنه التحكيم، غير لجنه التحكيم. لجنه التحكيم ده في النهايه خالص بقى. تمام. بس احنا في الاليه للدخول للمسابقه الرسميه للمهرجان القومي للمسرح، ففي بشكل لجنه مشاهده من المتخصصين في فن المسرح، كل انواع الحرف المسرحيه من الاخراج والديكور والموسيقى والتمثيل والنص المسرحي، بشكل لجنه لمشاهده العروض المقدمه من الجهات اللي هي الجامعات، الفرق المستقله، النقابات، مؤسسات المجتمع المدني، المسرح الكنسي، الشركات. بيتقدموا بكل عروضهم، وحتى الجامعات ما بتقدمش بكل العروض. الجامعات احنا بناخد الاول من كل كليه او من كل جامعه يدخل لجنه المشاهده عفوا حتى يتم اختيار 13 عرض مسرحي تمثل هذه الجهات. تمام. لجنه المشاهده بتشوف كل العروض المسرحيه وبتجتمع بشفافيه لاختيار ال 13 عرض من هذه الجهات عشان يمثلوا داخل المهرجان القومي للمسرح. وده حصل بالفعل، واللجنه انتهت من اعمالها من يومين او من 3 ايام، وتم اعلان كل الفرق الخاصه والجامعات والمسرح المستقل والمدني والنقابات اللي داخل المهرجان. حضراتكم ايه انواع الجوائز اللي بتبقى موجوده؟ احنا بنتكلم على نوع من الفن اطلق عليه ابو الفنون، لجمعه العديد من الفنون داخله، بيقدم بداخله العديد من الفنون. احنا بناخد جوائز ايه؟ يعني الاسم، المسميات الخاصه داخل هذا المهرجان. في جوائز لكل قسم من اقسام المسرح، يعني في جايزة لأحسن نص مسرحي، وفي جايزة لتاني أحسن نص مسرحي، في جايزة لأحسن مخرج، وفي جايزة لأحسن مخرج صاعد. كل الجوائز عبارة عن جوائز مادية وجوائز عينية. الجوائز المادية وهو الجائزة الأولى في كل قسم 30,000 جنيه لصاحب المركز الأول، والصاحب المركز الثاني 20,000 جنيه، بالإضافة إلى شهادة تقدير والدرع المهرجان. ده بالنسبة لكل أقسام المسرح من التأليف والإخراج والتمثيل والديكور والملابس والمكياج والنص المسرحي وكل الأقسام المسرحية. تمام. بيتم منح أصحابها الجوائز الأولى أو الجوائز الثانية في كل الأقسام. زي ما حضرتك يعني قلت لي على رقم كبير، 2000 عرض بنوعيات مختلفة، في عادة بيبقى في إقبال شديد جدا على كل أنواع العروض اللي بتقوم بيها دار الأوبرا، اللي بتقوم بيها أي جهة ثقافية، ناس وليس هم المعتادين، يعني ممكن ناس بسيطة، ممكن ناس عندها الرغبة في التعاطي مع نوع من أنواع الفن زي الموسيقى العربية أو أيا كان. ولنا في الإقبال على مهرجان الموسيقى العربية أسوة حسنة برغم أن تذاكره غالية. تذاكركم غالية بقى ولا إيه النظام؟ العروض فين والتذاكر؟ حضرتك إحنا مهرجان دولة. تمام. عروضنا بالمجان. ده مهرجان دولة بس في نجوم كبار. بس يمكن التكلفة في مهرجان الموسيقى العربية أكبر شوية. تمام. والفرق والمطربين يعني احنا بالنسبة للمهرجان عشان كمان في مشاركات من دول عربية. بالظبط كده. احنا المهرجان القومي كل عروضه على مدار أسبوعين بالكامل مجان. مجانا. بالمجان للجمهور. اللي هو بأسبقية الحضور ده. بالظبط كده. حضرتك بتتوجهي للمسرح، بتحجزي مكانك وبتنتظري ميعاد الدخول وبتخش تحضر العرض. وكل المسارح في القاهرة بالمجان أثناء المهرجان القومي للمسرح. ودي خدمة ثقافية بتقدمها الدولة ممثلة في وزارة الثقافة لكل محبين المسرح عبر كل مدن ومحافظات مصر. طيب ايه المسارح؟ لا ده المسارح لازم اطلعها بقى عشان العدد كبير جدا، يعني هنقول كده مقتطفات. لا احنا في حدود 16 مسرح، ابتداء من مسرح الطليعه بميدان العتبه،
المسرح العايم بالمانيال، مسرح العرايس بميدان العتبة، مسرح متروبول برضو بميدان العتبة، مسرح ملك بوسط البلد، مسرح الهناجر بدار الأوبرا، مسرح صلاح جاهين بالبلون، مسرح البلون، مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية، مركز الجيزة الثقافي بالهرم، مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا المصرية، من المسارح الخاصة وده أول مرة يدخلوا معانا كدور عرض برضو خدمة ثقافية، المسارح الخاصة زي مسرح الهوسابير ومسرح الفلكي، بالإضافة إلى مسرح الشباب والرياضة ومسرح النقابة المهن التمثيلية ومسرح السلام. طيب البرنامج هينزل على الصفحة بتاعة وزارة الثقافة ولا يوم الأربعاء؟ يوم الأربعاء اللي جاي المؤتمر الصحفي واللي بيعلن عنه اللي بنعلن فيه البرنامج العروض المسرحية وكذلك البرنامج الموازي من الندوات ومن الورش المقدمة خدمة ثقافية. المهرجان بشكل عام بيكون عليه فيه عروضه وندواته مش دايما في كل المهرجان احنا في المهرجان ده تحديدا مهتمين بالجانب الندوات والجانب النظري لان الحركة المسرحية من غير الحركة النقدية بتبقى ضعيفة، الحركة النقدية تقوي وتدفع. احنا محتاجين اعادة ضبط بس لان هي الفكرة انه كل هذه الاشياء لدينا فيها اساتذة ولدينا فيها يعني رواد، عندنا رواد وعندنا اساتذة وحتى الشباب الموجودين عندهم رغبة في ايصال فن حقيقي، ولكن هي فكرة الوصول او التعاطي. مزبوط. العروض كلها بتبتدي في ميعاد واحد ولا لا على المدار مختلفة؟ الساعة 6 الساعة 6 8 10 ستة وثمانية يعني اللي هو السواري ماتينيه ماتينيه وسواري طيب احنا بنتكلم انا يعني كان بالنسبة لي فكرة او كلمة القاهرة هي اللي صادمة، ليه مش في المحافظات؟ ليه مش في المحافظات؟ ده سؤال مهم جدا وده كان في حوار ما بيني وبين معالي وزير الثقافة الدكتورة إناس عبد الدايم ان احنا نفسنا يبقى المهرجان في جزء منه خارج القاهرة بالظبط ولو بسيط ولو بسيط، لانه عشان تعمل المهرجان بالكامل خارج في المحافظات بيتطلب اعباء تجهيزات واعباء مادية ومسارح ودور عرض، يعني صعب ان انت تلاقي في اي محافظة مسرح 18 دار عرض. بس في مراكز شباب ماشي، في مراكز شباب بس مش مهيئه كمسارح محترفه. والله في اغلبهم فيها مسارح على فكره بقى، معلش وقصور ثقافي ما هو بتتكلمي حضرتك عن مسرح او اتنين. احنا عايزين في المدينه الواحده عشان تعملي سي مثلا في محافظه الاسكندريه لما تيجي تعد على اشهر محافظه، طب خليها في المنيا، احنا مدينه ما فيهاش فعلا فيها مسرحين فما تقدرش تشيل المهرجان، ولكن ممكن من الدورات القادمه هيبقى في جزء من هذه العروض تتحرك الى المحافظات مع المبادره اللي وزاره الثقافه بترعاها دلوقتي وهو مسرح المواجهه والتجول بالعروض بالزبط. المسرحيه الى القرى والنجوع والمحافظات الاقليميه. ده شيء رائع لانه حضرتك يعني انا ممكن تكون معلومتي مش صحيحه، الفرق المسرحيه القديمه كانت بتعرض بنفس الطريقه ديت اللي هي يعني شادر كده وبيتم عمل العروض المسرحيه، بنتكلم على اسماء كبيره كانت بتعرض بالطريقه دي. ده صحيح وده في عشرينات القرن الماضي. وما ننساش نلفت نظر الساده المشاهدين الى ان الهيئه العامه لاصول الثقافه موجوده في كل محافظات مصر بالزبط. وفي كل الاقاليم مصر وبتقدم عروضها المختلفه سواء عروض نوادي مسرح او اصول ثقافه او الفرق القوميه الكبيره. في ناس من المحافظات مشتركين يعني في طبعا احنا عندنا من محافظه الاسكندريه، عندنا من الفيوم، عندنا من المنيا، عندنا من محافظات الصعيد، عندنا من كل الاقاليم لانه الفكره ان انت عندك جامعات مختلفه بتتسابق وعندك فرق الاصول الثقافه مش القاهره بس زي ما قلت لحضرتك في كل محافظات مصر، ففي فرق من معظم المحافظات بتشارك باسم الهيئه العامه لقصور الثقافه في المهرجان، فالمهرجان زي ما قلت لحضرتك بيمثل كل قطاعات المسرح في جمهوريه مصر العربيه. انا بتمنى لحضرتك كل التوفيق وبنتمنى يكون في حضور جيد لانه ما سيقدم هو بالتاكيد جيد لانه اللي متابع عارف ان في ناس فعلا بتعمل شغل حلو جدا يعني. ان شاء الله ان شاء الله. انا بشكرك شكر جزيل الفنان يوسف اسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، شكرا لك شكرا لحضرتك وشكرا للساده المشاهدين. شكر موصول لحضراتكم ايضا، غدا مجموعه عمل جديده، الى اللقاء.